السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف موقع اسمه بوابة نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بقطر، اسمه gisqatar.org.qa. هسيب لكم رابط أسفل الفيديو. الموقع بيعرض كل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية والخرائط الخطية للشوارع وأسمائها ورموز المعالم، ويقدم الخدمات التالية: لو أنت بتدور على عنوان من خلال رقم الشارع ورقم العمارة تقدر تحصل عليه بسهولة جدا. طيب هقول له أوكي. دي اهي الدوحة. هتلاقي هنا قائمة الطبقات الجغرافية بحيث ان انت تقدر تخفي وتظهر بعض الحاجات. يعني انا محتاج مثلا اشوف المحميات الطبيعية، فيبدأ يقول لي الالوان بتاعتها. ماشي، دي اقرب حاجة مثلا الدوحة، اسمها ام الرفاعة. تمام، انا كنت شغال قريب منها في مول قطر. طبعا هنا فوق خالص بتلاقي كذا حاجة، أم قرن ولوسيل وأم العمل، دي كلها محميات طبيعية. نقدر نخفي ونظهر الحاجات اللي احنا عايزينها. تمام، يعني لو انت مثلا مش عايز أسامي الشوارع ولا أسامي الجغرافية ولا بنات المعالم، بحيث ايه تدور على المعلومة اللي انت عايزها. ممكن تقول له عايز اشوف الخرائط على ايه، مثلا صورة جوية او صورة قمر صناعي بالشكل دوت. طبعا ده اشهر طريق اللي هو طريق سلوى، اللي هو بيربط بين السعودية وقطر. ده طائر اللي هو يعني سلوى دي اللي هي طائر السمان، اللي هو في القرآن المن والسلوى. فتقدر تشوف الطبقات، تقدر تخفي اي حاجة. ممكن تقول له انا عايز اشوف صور جوية من سنة 1995، فيجيب لك الصور القديمة اللي كانت 95، تبدأ تشوف كانت المنطقة عاملة ازاي. ممكن تخفي بقى الحاجات الحديثة وتركز في الصور القديمة. ممكن تقول له طب انا عايز حاجة 2004 2010، كل دي صور جوية تقدر ان انت تختارها بحيث تشوف التطور اللي حصل في البلد. هنا عندي هنا دليل الخريطة. وعن تجربة ان انت تسمي الشوارع بارقام. طبعا ممكن تسمي اي اسم، مثلا شارع صباح الاحمد او طريق دائري او، بس لما بتدي رقم بيكون اسهل وانت تعمل سيرش بدل ما يقول لك في كلمة غلط. ممكن تقول له مثلا عايز اشوف مثلا المعالم او الشوارع، بتدور مثلا على شارع معين فتبدأ تدي له الرقم. يعني قبل كده احتجت الاسعاف، فلما اديته رقم الشارع رقم العمارة كان بالنسبة له اسهل بكتير وجه على طول. ماشي، ده البحث اهو. تقدر تعمل سيرش على اي حاجة. ممكن تقول له مثلا الزون، هقول له مثلا 24. تمام، فيبدأ يعمل زوم عليها، تبدأ تشوف المكان اللي انت عايزه. وممكن تعمل بحث على مكاني لو انت بتدور على حاجة معينة، عنوان مزارع رقم مساحي حسب المعلومة اللي انت عايزها. وممكن ترسم مثلا على حاجة معينة، البلدية الحي الشوارع المزارع الرقم المساحي. لو انت معاك اي معلومة تقدر تعمل سيرش من خلالها. وممكن تقول له بالقرب من، يعني انت عايز حتة معينة وليكن مثلا السلطة القديمة. وتقول له مثلا عايز يدور في خلال المسافة معينة. وفي امكانية لو انت عايز تقيس حاجة، سواء عايز تقيس مسافة من نقطة لنقطة، مثلا من هنا لهنا لهنا وهكذا، تقدر ان انت تعمل بالشكل دوت. لو انت عايز اللوكيشن بتاع حاجة تقدر تحددها، يجيب لك اللوكيشن بتاعها. او عايز تعرف المساحة، فيبدأ يجيب لك المساحة بتاعتها بالظبط قد ايه. دي مقارنة الصور الجوية لو انت عايز تقارن بين حاجة زمان وحاجة دلوقتي. فتقول له انا عايز اقارن مثلا بالاسماء الجغرافية vertical بالشكل دوت او horizontal زي ما انت عايز. فيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت.
المباني كانت مبنية ازاي ودلوقتي بقت عاملة ازاي. دي اللي تلاقيها كتير على السوشيال ميديا، يقولك شوف شكل الشوارع كانت عاملة ازاي وهكذا. طيب هنا بقى لو عايز ترسم، يعني مثلا عايز تشرح لحد حاجة، مشروع لسه هيتعمل فين، يعني عندنا مثلا مشروع مثلا في الحتة دي، فتبدأ ان انت ترسم الجزء بتاعه عشان يديك معلومات عنه. ممكن تعمل مشاركة للموقع الحالي، الموقع اللي انا موجود فيه، تمام، اهو دي المكان اللي انا موجود فيه. اقصر طريق بالنقطتين، هو بقى يبدأ يدرس الجي اي اس ويقول لي اقصر طريق من هنا لهنا امشي ازاي. فالموقع ده بيفيدنا لو في مشروع جديد وحابين ان احنا ندرسه بشكل دقيق.